مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مثل في شي شكل. مثل اليوم مدح صاحبك مع الناس ولومه الراس في الراس. اجوا معايا نكتشفوا الترجمة والإبداع ديال المواطنين المغاربة ونرجعوا معاكم. السلام عليكم. السلام. ما كنعرفش تشوفك. كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. خايف من ماماك تحسك في البحر؟ ويلي تشدني تقليني. قول لي مدح صاحبك مع الناس ولومه الراس في الراس، هذا مثلا مغربي، انت ترجموا لي بالفرنسي. اش انا ترجموا بالفرنسي ما فكوش بحر. اش بان لك حمرا سعداتك اخويا. انا مازال مدح صاحبك مع الناس ولومه الراس في الراس، ترجم لي بالفرنسي. فرنسي شوفك شغال فرنسي كاع نجي للبحر كاع رانا عاد دابا شي لغه اخرى دابا غوت على لغه اخرى بحالاش لغه لونجلي اسبانيونيه اليابانيه شي يخشيني لا والو خش والو قاس بوحدك لا جيت يلاه جيت دابا لا قول لي مدح صاحبك مع الناس ولومه الراس في الراس هذا مثلا مغربي ترجموا لي بالفرنسي مدح راسك مدح صاحبك فو داك مدح بعد شناهي غمرسي طون امي فاس ا فاس لا رمارسي طون امي افيك لي جون انتر لي جون اي بريز لو دون لو دو بون سون ابسونس مدح صاحبك مع الناس ولو من راس في الراس ترجمها لي بفرنسا ترجمك بفرنسا والشعب خشي ما عاد لي مع فرونسي لا والو خشي هذا يزعيط شي لي قلت شي لي اجي قلت لك مرحبا بحال تكبر بيه قدام الناس وبينك وبينه تعطيه الصراحه يلا ترجموا لي بفرنسي المساء لا ما مسكولينش اخشي خارجين من الثاني ارتشكارت انا كنك مع الناس دبنان مع دبنان مياضني اختقام واحد اخر ارتيت ما عرفت اسمي دابا فو ميرسي لا فو فو سوي شي حاجه طون نامي ها شنو هي الاخرى ولومو راس الراس هي لو مو لي تي دون لو تي راس في الراس لي تي دون لو تي مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم مثل بشي شكل. مثل اليوم كان هو مدح صاحبك مع الناس ولومو تيتاتيت. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالترجمه والطرائف اللي عطاونا المواطنين المغاربه. كنودعكم ونضرب لكم موعد في حلقه جديده مع مثال جديد. تهلاو في راسكم. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.